اتنين، داعش لا تشكل تهديدا لإسرائيل. معظم الحركات الإسلامية هاجمت داعش وقالت إن هدفها ولا خلافة ولا حاجة، هدفها تدمر الخريطة الجغرافية للإسلام والمسلمين. قداسة البابا تواضروس اتكلم في الموند الأسبانية وقال البابا لما سئل عن هذا الموضوع قال ده من أجل حماية إسرائيل، لأنه داعش بتفكك المنطقة والمستفيدة إسرائيل من تفكيك داعش للمنطقة. إنما المدهش وزارة الدفاع الإسرائيلية طلعت وقالت، أو خبراء فيها لهم مكانة رسمية أو منصب رسمي طلعوا وقالوا، إن إحنا بنحطش داعش ضمن مصادر تهديد أمن إسرائيل. يعني وزارة الدفاع الإسرائيلية وهي بتحط أعداء إسرائيل بتحطش داعش، يعني داعش لا تمثل أي خطر على إسرائيل. ده كلام وزارة الدفاع الإسرائيلية. طبعا اللي يشوف أبو بكر البغدادي لما طلع قبل كده واتكلم في الخطبة الشهيرة في مسجد الموصل الكبير، جاب كل مسلم في العالم، قال هندافع عن المسلمين في بورما، في أفريقيا الوسطى، أي مكان، لكن ما قالش كلمة فلسطين. هاجم كل الأعداء من المسلمين لكن ما هاجمش نهائيا إسرائيل. فالخطبة خلت تماما من ذكر اسم فلسطين. طبعا دي فرصة عظيمة الحقيقة لنتنياهو، إنها هزيمة المسلمين بالمسلمين وأدعياء الخلافة في مواجهة المسلمين الصالحين. نتنياهو محظوظ بداعش.